تردي خدمة الإنترنت وتزايد الشكاوى الواردة إلى هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الخصوص، تعرب الهيئة عن أسفها لما يحدث من سوء خدمة تقدم للمواطن في الوقت الذي تؤكد فيه خلو ساحتها من أي مسؤولية تجاه الموضوع. فمسألة البنى التحتية الخاصة بالكابل الضوئي منوطة بوزارة الاتصالات وتدار من قبل الشركة العامة للاتصالات والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات،